برضو في بعض النوتيشنز اللي احنا هنشوفها عندنا. لو كان عندي في ال h of n بتاعتي وراء h of n تانية، يبقى معنى كده الحاجة اللي بتطلع لي هنا هي equivalent ل h of n و h1، يعني هما دي عبارة عن الاتنين ورا بعض كده. يبقى معنى كده التوتال بتاعهم يبقى h1 convolved مع h2، يعني اللي هو الكاسكيد فورم كده، وال h1 convolved مع h2 هو نفسه equivalent ل h2 convolved مع h1. فهما الاتنين دول التو بلوك دياجرام دول هما equivalent للبلوك دياجرام دوت. لو هما parallel بالشكل ده، يعني ال x of n داخلة على h1 of n وداخل على h2 of n، وفي الاخر الاوتبوت بتاعهم بيتجمع، يبقى معنى كده هيبقى h1 plus h2. وطبعا هنا نقدر نبدل الاثنين دول برضو، ما فيش اي مشكله خالص. ده كنوتيشن وكبس عشان نبقى واخدين بالنا ان احنا لو في عندنا كذا فانكشن ورا بعض او كذا سيستم ورا بعض، هاو تو كومباين السيستمز بتاعتنا دي. فزي ما احنا شفنا كده في عندنا الكاسكيد فورم والبارلل فورم، كويس؟ كاسكيد بكونفولف الامبلس ريسبونسز، البارلل فورم بعمل سميشن للايه؟ امبلس ريسبونسز.